انا بطل سوريا بالبودي بيلدين والكاراتيه، طلعت من سوريا من 2008 مشان نحترف برا باوروبا. قعدت باوروبا حوالي شي 6 سنين، شاركت بالبطولة العالم بال 2012 وبطولات اوروبيه، ومن ثم هاجرت بدي اشترك ببطوله المانيا بال 2014 ومسكت بالمانيا ورجعت على تركيا. طبعا بتركيا لقيت صعوبات، اول ما اجيت لقيت شويه صعوبات بتركيا، ما حد بيعرفني، ما حد بيعرف مين هو الكابتن انس صمصان. بلشت انا بفقره اسمه حرك حالك، خلصنا منها. بعدين فتت بمجال انه انا اطلع اشتغل فرجي العالم شو انا عندي بولايه مرسين لحالي، لحتى الاهل انه ياخذوا ثقه ويحطوا، لازم الاهل ياخذوا ثقه تماما لحتى يحطوا اولادهم، يشوفوا اولادهم يتدربوا. فتت على مدارس سوريين، اعطيتهم تمام 4 5 مدارس على الضبط، 5 مدارس على الضبط. بعدين فتت على موضوع اسمه في جمعيات، ومن ثم رحت على الروضات. طبعاً أنا الحمد لله بهاي الفترة القصيرة، يعني بفضل رب العالمين وبمحبة الناس ودعم الناس إلي، إنه قدرت إنه أفتح نادي شخصي إلي. مشروع جديد ان شاء الله، احنا ان شاء الله عم ننفذه، وهلا عندي منه طالبين بدنا ننفذه ان شاء الله قريبا، هو ذوي الاحتياجات الخاصه. انا ما يعني بين قوسين راح انا مسميهم هلا اصحاب الهمم، لانه هنا عن جد اصحاب الهمم، ولازم نندار، يعني لازم نكون احنا كل ثقلنا انه ننفذ فيهم هذا المشروع.